مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أطر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم شاهد البيالي خبير سياحي ومستشار سفريات. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. أخدكم في جولة لمكان جديد، وإن شاء الله تكون جولة جديدة عليكم وتستكشفوا أماكن جديدة، يمكن من أهم الأماكن السياحية الموجودة في مصر. اللي حبيت ألقي الضوء عليها النهاردة هو محافظة البحر الأحمر. يمكن حبيت أختار محافظة البحر الأحمر لأن هي واحدة من أكتر الأماكن السياحية المهمة في مصر والغنية، واللي فيها تنوع سياحي كبير جدا، يمكن كل أنواع السياحة اللي ممكن يتمناها السائح حول العالم بتكون موجودة في محافظة البحر الأحمر، طبعا نظرا للتنوع الطبيعي والمظاهر السياحية والمناطق الطبيعية اللي فيها، ده غير طبعا إطلالتها طبعا وجودها على ساحل البحر الأحمر. هاخد معاكم جولة وهنبدأ ناخد كل مدينة من مدن البحر الأحمر وهعرفكم طبعا عليها، يعني كل مكان طبعا هو عايز حلقة لوحده، ولكن احنا هنحاول ان احنا ندي نظر عامة ونحاول قدر الامكان نشوف كل مكان عبارة عن ايه، وبعدين هنمسك كل مكان او كل مدينة على حدة ونشوف التنوع السياحي الموجود فيها. يمكن محافظة البحر الأحمر هي واحدة من أهم محافظات جمهورية مصر العربية، وطبعا تمتد سواحل محافظة البحر الأحمر بطول 1080 كيلو متر طبعا من خليج السويس، وطبعا يعني تعرف بأن هي أفضل مراكز الغوص والمنتجعات السياحية، طبعا نظرا طبعا للطقس بتاعها، اعتدال الطقس على مدار السنة، وطبعا طبعا هي جواها مشمس وفيها كمان الكثير من الرمال البيضاء اللي طبعا بيستغلها السياح في السياحة او في الاسترخاء، وكمان تتزين السواحل بتاعتها باللون الازرق، وموجود فيها كثير من المراسي الخاصة طبعا بالمراكب السياحية المختلفة. طبعا لما نيجي نتكلم على محافظة البحر الأحمر هي تضم العديد من المدن والبلدات وفيها العديد من المراكز، يمكن أهم المدن اللي فيها هي مدينة رأس غارب، طبعا مدينة الغردقة، وهي محافظة البحر الأحمر أو محافظة مدينة البحر الأحمر. كمان عندنا مدينة القصير، في مدينة سفاجة، مدينة مرسى علم، وكمان مدينة حلايب وشلاتين، وديت يمكن أبرز مدن البحر الأحمر. كل مدينة لوحدها تعتبر كنز سياحي بما تحمله الكلمة من معنى، عشان كده أنا حبيت أن أنا يعني أن نجمع المدن دي كلها ونتكلم عن كل مدينة في حدها. ولكن في ناس كتير ما تعرفش أن طبعا رأس غارب والقصير وسفاجة يعني مرسى علم، يعني في ناس تعرف طبعا الغردقة بحكم أن هي الأشهر، ولكن كمان أنا هتكلم عن الغردقة، ولكن حابب أتكلم عن رأس غارب والقصير ونشوف القصير فيها إيه، مرسى علم فيها إيه، شلاتين، حلايب، في كتير مننا كمصريين غير السياح ما يعرفوش عنها حاجة وعن المناظر الطبيعية، والإنسان لما يروح هناك أو السياح لما يروح هناك ممكن يزور إيه في هذه المدن. نتكلم أو نبدأ طبعا بمدينة رأس غارب. مدينة رأس غارب هي مدينة طبعا تتبع محافظة البحر الأحمر، وتعد ثاني مدن المحافظة من حيث السكان والأهمية بعد مدينة الغردقة.
طبعا بتبعد حوالي 150 كيلو متر شمال الغردقة، وطبعا اقتصادها بجانب اقتصاد السياحة اللي هو مبني على السياحة، طبعا مبني على استخراج البترول، ويوجد فيها عدة منصات بحرية بجوارها في خليج السويس. طبعا يعني ده أهمية مدينة رأس غارب. كمان نتكلم على التقسيم اللي هو في مدينة رأس غارب، فيها قريتين من أهم القرى الموجودة. بنتكلم على قرية الزعفرانة وكمان قرية وادي ضرار، دول أهم القرى الموجودين في مدينة رأس غارب. هنتكلم دلوقتي عن قرية الزعفرانة، أهم قرى مدينة رأس غارب. طبعا يعني هي بتقع في القرب من مدينة رأس غارب، وكمان يعتبر جنوب العين السخنة بحوالي 62 كيلو متر، وتعد من أهم المناطق النفطية في محافظة البحر الأحمر لاحتوائها طبعا على العديد من الآبار النفطية. وكمان يعني على الرغم من ان هي مدينة تعتبر صغيرة المساحة، تتميز الزعفرانة بوجود عدد كبير من القرى السياحية المطلة على ساحل البحر الأحمر مباشرة، مما يجعلها من أهم المناطق السياحية بعد مدينة الغردقة اللي بتبعد عنها حوالي 350 كيلو متر، ويمر بها الكثيرين طبعا للوصول إلى أديرة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا. طبعا زي ما احنا شايفين يعني أهمية مدينة الزعفرانة، يمكن طبعا أي حد رايح لأديرة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا طبعا لزيارتهم لازم يعد على مدينة الزعفرانة. وكمان زي ما احنا شايفين فيها قرى سياحية موجودة بشكل مباشر على امتداد مباشر على ساحل البحر الأحمر. لما نيجي نتكلم كمان على أهم المناطق السياحية الموجودة في الزعفرانة، بنتكلم على فنار الزعفرانة. ده من أشهر الأماكن السياحية الموجودة في الزعفرانة. فنار الزعفرانة طبعا يعني هو بني عام 1862، وده في زمن الوالي محمد سعيد باشا. والفنار عبارة عن برج حجري اسطواني يصل طوله الى 25 متر، وهو مطلي باللون الابيض. طبعا اللون بتاعه ده بحكم الزمن وبحكم عامل التعرية التاكل، وطبعا اختفى شوية الالوان او المعالم بتاعته بحكم عوامل التعرية. فنار الزعفرانة يمكن هو من اشهر الاماكن السياحية والاثرية الموجودة في مدينة رأس غارب وفي قرية الزعفرانة. زي ما احنا كده اتكلمنا عنه، هو يمكن من اهم المزارات الموجودة. يعني اي حد بيروح الزعفرانة في قرى سياحية على البحر مباشرة لازم يزور فنار الزعفرانة، ده يمكن اهم الاثار الموجودة فيها. دلوقتي هنتكلم بعد ما اتكلمنا عن مدينة رأس غارب واهم ما يميزها من معالم سياحية، هنخش على اهم مدينة في محافظة البحر الاحمر، وهي مدينة الغردقة. طبعا مدينة الغردقة هي العاصمة الادارية لمحافظة البحر الاحمر، ويعني تشغل مساحة 40 كيلومتر من الشريط الساحلي للشاطئ الغربي للبحر الاحمر. يحدها شمالا طبعا زي ما احنا كلمنا مدينة رأس غارب، وجنوبا مدينة سفاجة، وشرقا ساحل البحر الاحمر، وغربا جبال البحر الاحمر. تقع بيها بقى يعني احنا بنتكلم على كنز حقيقي، وهو كنز الغردقة السياحي، يعني كنز بما تحمله الكلمة من معنى، ومن اهم المدن السياحية في يعني في محافظة البحر الاحمر. فيها بقى الكثير من الجزر والاماكن، زي يعني جزيرة او جزر الجفتون، وام قمر، ومجاويش، وابو رمادة، وابو منقار، والفنادير، وشدوان، ومن اشهر منتجاتها الجونة، وسهل حشيش، وسوما باي، ومكادي باي. ودول اهم واشهر المعالم السياحية اللي احنا اكيد كلنا بنسمع عنها، ولكن برضو هنسمع عن الاسامي، ولكن ما نعرفش ايه اللي موجود في كل مكان من دول، هنبدأ نتكلم عنهم دلوقت. طبعا فيها الكثير من الاحياء الرئيسية، في زي طبعا حي الدهار، وحي السقالة، وحي الاحياء. دول اهم الاحياء الموجودة في مدينة الغردقة. طبعا لما نيجي نتكلم على اسم الغردقة او الغردقة،
اسم المدينة الأصلي هي هرغادة، وطبعا دي نسبة إلى منطقة صحراوية تعرف باسم ديشت هرغادة. طبعا في رأي تاني بيقول إن الاسم يعود إلى نبات يسمى الغردق، وهو ما يعرف باسم عنب الديب أو فيروز الشطان. طبعا هو نبات بينمو طبيعيا منذ القدم، وكان الصيادين من قبائل جهينة والرشيدة يصطادون في منطقة ما بين الحجاز وساحل البحر الأحمر، ويتقابلون عند شجرة كبيرة لنبات الغردق، ومن هنا جه اسم مدينة الغردقة، أو المكان ده ميز بالاسم اللي هو فيه نبات الغردق وأصبح مدينة الغردقة. طبعا مكانها الحالي هو ميناء الغردقة البحري، وبعد كده تطور الاسم ليصبح اسم مدينة الغردقة. كمان مدينة الغردقة مدينة يعني ليها تاريخ كبير طبعا، ونشأت عام 1905، يعني كانت تضم طبعا مجموعة من المنازل البدائية التي يسكنها البدو، وأصبحوا يتمركزون بصفة أساسية يعني نظرا للعمل بالصيد واصطياد الأسماك. وبعد كده اكتسبت المدينة طابع بدوي وفضل مستمر معاها لغاية دلوقتي، ولما بنشوف الرحلات اللي بتنظم بيبقى لازم يكون فيها في البرنامج السياحي جزء للفلكلور البدوي أو للزيارة البدوية في صحرائها، اللي طبعا بيبقى فيها عبارة عن مأكولات بدوية والفلكلور الرقص البدوي وغيرها من الأماكن اللي بدأت معاها منذ نشأة المدينة. كمان في عهد الملك فاروق تم تشييد استراحة يعني استجمامية، تحولت بعد التأميم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر إلى مبنى نادي القوات المسلحة الرياضية المائية، والذي أصبح مزارا سياحيا مهما جدا. وطبعا ده يعني ممكن أبرز ملامح نشأة مدينة الغردقة. وطبعا يعني بعد كده كانت مدينة الغردقة عبر التاريخ مدينة من أهم المدن السياحية على مر التاريخ. طبعا تقع مدينة الغردقة على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، وكمان يحدها شمالا مدينة رأس غارب زي ما قلنا قبل كده، وجنوبا مدينة سفاجة. ويمكن مدينة الغردقة فيها الكثير من مظاهر الجذب السياحي طبعا، وفيها كمان يعني خليط مميز من كل ما يتمناه السائح حول العالم، وفيها الكثير من الأحياء زي ما قلنا. حي الدهار دي المنطقة السكنية اللي موجودة في الغردقة، حي الدهار، في كمان حي السقالة، حي الأحياء، والجزر. طبعا لما بنتكلم عن الجزر تضم العديد من الجزر عاملة من المنتجات السياحية زي ما قلنا قبل كده، مواقع الغطس المهمة زي الجونة، سهل حشيش، مجاويش، أبو منقار، أبو رمادة، الجفتون، شدوان. الجزر دي أي غطاس أو أي ناس أو أي حد من المهتمين بنشاطات الغطس والأحياء المائية وعالم البحار بيستهدف هذه الجزر، اللي هي تعتبر من أهم مناطق الغطس في العالم. كمان ما بنتكلم على الطقس في مدينة الغردقة، تتمتع الغردقة بدرجة حرارة معتدلة طول العام، فمناخها الصحراوي بيخليه مناخ معتدل على مدار السنة، وده اللي بيخلي مدينة الغردقة يعني ما فيهاش موسم معين، بالعكس هي بتكون في الشتاء وفي الصيف فيها العديد من السياح. طبعا تغطي مدينة الغردقة مساحة 40 كيلومتر من الشريط الساحلي للبحر الأحمر، وبتمتاز بشمسها الساطعة على مدار العام وشعابها المرجانية الرائعة، بالإضافة إلى عشرات من مواقع الجذب الممتعة اللي طبعا بيتوجه ليها السياح من حول العالم للاسترخاء والراحة نظرا لما تتمتع به المدينة من عوامل جذب، منها درجة الحرارة المعتدلة طول العام، مناخ الصحراوي الجاف، واشتمالها على أدوات المرح الشاطئية والرياضية المائية. وكمان فيها العديد من النوادي وملاعب الجولف، كما تزخر بالعديد من الجزر والمواقع البحرية التي تعتبر قبلة لهواة الغطس والرياضات المائية. وطبعا فيها العديد من الشعاب أو يعني الشعاب المرجانية المشهورة بالنسبة للغطاسين حول العالم.
كمان بالنسبة لملاعب الجولف، انا حابب اقول ان ما يميز مدينة الغردقة، ويمكن ما يكونش موجود في بعض المدن السياحية في مصر، موجود في الغردقة ومتميز بها جدا، هو ملاعب الجولف. في الكثير من الفنادق اللي بيكون فيها ملاعب الجولف، وتكون مقصد سياحي مهم جدا لكل هواة لعبة الجولف من السياح على مختلف جنسياتهم. طبعا نيجي على مزار سياحي مهم جدا، وهو سوما باي. سوما باي يمكن واحد من اهم المنتجعات السياحية، واحيانا يعني بيطلق عليه خليج ابو سوما او منتجع سوما باي، سواء كده او كده. وطبعا يعتبر عبارة عن مجتمع سياحي يقع على بعد 60 كيلومتر من الطرف الشمالي لمدينة الغردقة. بيمتد المنتجع على مساحة 13 مليون متر، ليكون خليج بديع، وشكله بيكون يعني من أجمل ما يكون. طبعا لازم الناس تروح هناك وتشوف المكان ده، لأن طبعا مهما نحن وصفناه بكلمات، ولكن مش هيوفي حقه من حيث الشكل والجمال الطبيعة اللي موجود فيه. طبعا هو مغلف بجمال الطبيعة، ويتمتع المنتجع بالاكتفاء الذاتي وبتخطيط عمراني ومعماري ونوعية خدمات تندمج مع المكان المحيط، وبه يعني طبعا لمسة أوروبية في شكل وفنادق والفلات الأماكن الموجودة فيها. وفي كمان كثير من الرياضات والاستشفاء اللي ممكن يمتلكها من السائح في هذا المكان. يضم المنتجع ثلاث مواقع رئيسية، بالإضافة إلى طبعا نادي لممارسة رياضة الجولف، وهو ما يميز هذا المكان. ما نيجي نتكلم كمان على خليج مكادي أو مكادي باي، واحد من أشهر المنتجعات اللي موجود فيه الكثير من الفنادق الشهيرة، وهو واحد من أهم المقاصد السياحية الموجودة في مدينة الغردقة، وطبعا برضو في الكثير من الشواطئ والمنتجعات والرياضات. وكمان بيقدم خدمة عالمية تضم مجموعة منتقاة من أهم المأكولات الأسيوية والفرنسية والإيطالية واليابانية، ويشعر السائح هناك أنه في واحدة من أهم الأماكن السياحية الموجودة في الغردقة، وبيشعر كمان كأنه في وطن. كمان في منطقة كارلوس، ودي من أشهر الشعاب الموجودة في الغردقة، وتعد شعاب كارلوس ريف أحد أجمل مواقع الغطس في الغردقة بفضل الغابات المرجانية الكثيفة الموجودة بها، وطبعا بها أصناف الأسماك المتنوعة، واللي يعني بيكون فيها تنوع رهيب جدا، زي طبعا قرش المطرقة النادر، وأسماك الجاك والتونة، وأسماك البركودة، وأسماك العملاقة طبعا الموجودة فيها. ويمكن دي اللي بتميز منطقة كارلوس، ان هي معظمها عبارة عن شعاب ومرجان طبعا داخل سطح، او طبعا يعني في تحت سطح البحر. ويبلغ عمق الوادي بين هذين البرجين حوالي 16 متر او اكثر من 40 متر. طبعا المنطقة دي اصبحت طبعا مقصد لكل الغطاسين الهواة والمتمرسين اللي بيزوروا مدينة الغردقة. في كمان منطقة أبو رمادة، وطبعا يعني الموقع طبعا بيبقى ليه اسم تاني، هو اسم حوض الأسماك المائي. يتميز طبعا بمياهه الضحلة نسبيا والمسطحة إلى حد كبير، ويعج بالحياة البحرية المذهلة والمتنوعة، وطبعا تكثر فيه الكثير من أنواع الأسماك والشعاب المرجانية، زي سمك الراي اللاسع وقرش النمر، بالإضافة إلى أسماك الجاك والباركودا. كمان دلوقتي هنتكلم عن منطقة الفنادير. منطقة الفنادير عبارة عن شعاب ضيقة وطويلة وهادئة، تقع في شمال الغردقة، ويمكن الوصول إليها من الجونة، وتتميز بإمكانية ممارسة أي نوع من أنواع الغطس أو الغوص. ويمكن منطقة الفنادير من أهم المناطق اللي طبعا بيكون فيها برضو الشعاب المرجانية، وفيها كتير من أنواع الأسماك النادرة، يعني دي أهم المناطق. كمان منطقة سهل حشيش، ودي يمكن منطقة سهل حشيش أو اسم سهل حشيش احنا بنسمعه كتير في الوقت الحالي. وطبعا هو عبارة عن منتجع
منتجع يبلغ مساحته 32 مليون متر، ومليء طبعا منتجع سهل الحشيش بالفنادق الفارهة والفنادق الشهيرة اللي بتقدم كل وسائل السبل والراحة للسائح في الوقت طبعا اقامته في المنتجع. كمان بنتكلم على الجونة او مدينة الجونة، طبعا هي من اهم المزارات السياحية واهم القرى السياحية الموجودة في مصر، وكمان بتحتوي على بعض طبعا الاحياء، في حي مارينا تاون والحي المتوسط وفي حي الجولف والحي النوبي وحي الهضبة والحي الايطالي، وكمان فيها بعض المراكب او المارينا اللي فيها بتبقى فيها بعض المراكب السياحية اللي بتقوم بعمل الرياضات البحرية المختلفة. بنتكلم كمان على منطقة اسمها منطقة مجاويش، طبقة عبارة عن جزيرة، جزيرة مجاويش يمكن من اهم الجزر السياحية الموجودة طبعا في الغردقة، وبتقع على بعد 7.5 كيلومتر جنوب شرق الغردقة، وتمتلك الكثير من الشواطئ ذات الرمال الناعمة، وفيها كثير من القرى السياحية الموجودة فيها، كمان يعني فيها الكثير من الفنادق والشاليهات اللي بتقدم خدمة سياحية على أعلى مستوى. بنتكلم كمان على جزيرة من أهم الجزر، جزيرة الجفتون. جزيرة الجفتون يمكن واحدة من أهم أماكن المخصصة لرياضة الغوص حول العالم، وهي مقصد سياحي والأكثر رواجا في مدينة الغردقة في الفترة الأخيرة، تعد من أهم أماكن الغوص في الأعماق والغوص السطحي، وطبعا يستخدمها نسبة تزيد عن 30% من ممارسي هذه الرياضة والنزلاء بالفنادق الموجودة فيها، كما تعتبر من أهم موارد الدخل لمحميات البحر الأحمر، وتلعب دور رئيسي في نمو السياحي والاستثماري بمدينة الغردقة، نظرا لأنها الجزيرة الوحيدة التي يسمح بنزول السياح عليها. طبعا يغلب عليها الطابع الجيولوجي من حيث وجود الرمال والمرتفعات اللي فيها، وليها طابع وليها شكل مميز جدا عن بقية جزر مدينة الغردقة. كمان في جزيرة مشهورة اسمها جزيرة أبو منقار، تعود طبعا جزيرة أبو منقار إلى عصر الأيوسيين، مما يشير إلى أن عمرها لا يقل عن 33 مليون سنة، وتتميز الجزيرة بكثافة الصخور والتركيبات الجيولوجية، ويعود تسمية الجزيرة إلى شكلها العام، حيث يشكل طرفها الشرقي لسان رملي يمتد داخل البحر بشكل متعرج يشبه إلى حد كبير منقار الطيور طبعا، ولذلك أطلق عليها جزيرة أبو منقار. فيها طبعا كثير من رياضات الغوص والتنوع الجيولوجي الجميل من حيث الشكل. نتكلم على واحدة من الجزر برضو المهمة في مدينة الغردقة، جزيرة شدوان. طبعا جزيرة شدوان هي أكبر جزيرة شعب مرجانية في مضيق جبال، وتعرف أيضا باسم جزيرة شاكر. تضم الجزيرة في الجزء الشمالي منها جدار من الشعب المرجانية شبه عمودي الشكل على عمق أكثر من 40 متر، والذي يصل إليه الغواصين لاستكشافه عن طريق الغطس وغيرها من الرياضات. طبعا تسخر تلك الشعب المرجانية بسمك المرجان وسمك المروحة وسمك القرش الشعاب المرجانية وغيرها من طبعا الأسماك النادرة، وكمان فيها الكثير من أسراب الدلافين الرائعة. دي يمكن أبرز الجزر السياحية والبحرية الموجودة في مدينة الغردقة، وهنتكلم دلوقتي عن يعني طابع مهم جدا، وهو المعالم الدينية الموجودة في مدينة الغردقة. نتكلم على مسجد من أشهر المساجد الموجودة في الغردقة، مسجد الميناء.
يمكن واحد من أشهر المساجد الموجودة في الغردقة. كمان عندنا العديد من المساجد الموجودة في الغردقة، ولكن أشهرها طبعا هو مسجد الميناء. كمان في معالم، دي المعالم بالنسبة للمعالم الإسلامية، نتكلم على المعالم القبطية. عندنا العديد من الأديرة الموجودة، منها دير الأنبا أنطونيوس، يمكن ده واحد من أشهر الأديرة الموجودة في مدينة الغردقة، وليه طبعا العديد من الزوار على مدار السنة. كمان بنتكلم على واحد من أهم المظاهر أو المعالم السياحية المهمة، وادي الحمامات. وادي الحمامات أو وادي الينابيع أو ليه اسم تاني أم الفواخير، هو عبارة عن قاع نهر جاف أصبح طريقا متعرجا عبر جبال الصحراء الشرقية، ويقع على بعد 235 كيلومتر من مدينة الغردقة. والطريق ده كان بيستخدم كطريق تجاري في العصور القديمة، وهي طبعا منطقة محاطة بمقالع الحجارة، وفي مناجم كثيرة يعني موجودة في المكان ده، وتم الاستفاد منها في العصر الروماني. وطبعا في العديد من المزارات السياحية الموجودة هناك، وأكواخ من الأشكال المختلفة للناس اللي كانوا عايشين في الفترة دي، وكمان فيها العديد من الألواح الهيروغليفية التي تعد دليل على البعثات والمهام الكثيرة التي توجهت إلى وادي الحمامات وكان يقودها الفرعنة. وده اللي بيورينا أن وادي الحمامات أو الغردقة بشكل عام تاريخها طويل جدا، ترجع إلى عصور الفرعنة والعديد من العصور الرومانية طبعا وغيرها. بنتكلم كمان على منطقة مهمة جدا ومعلم سياحي مهم جديد، وهو منطقة الأوكاريوم. يمكن جراند أوكاريوم هو متحف يسلط الضوء على الحياة البحرية بمدينة الغردقة، وتم افتتاحه في يناير 2015 ليعرض مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية. احنا حاولنا ان احنا ندي صورة عامة على مدن البحر الأحمر، واتكلمنا طبعا على الغردقة وراس غارب وغيرها من المدن، وطبعا كل مكان من الأماكن السياحية الموجودة في البحر الأحمر هو كنز بما تحتويه الكلمة من معنى. إن شاء الله نبدأ ناخد جولة في مرات عديدة. سعدت بصحبتكم جدا، وأتمنى تكونوا اتبسطتوا معايا في الجولة السياحية لمدن البحر الأحمر. كنت معاكم أنا شاد البيلي، خبير سياحي ومستشار سفريات. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.